معي من بيروت الكاتب والصحفي علي الأمين. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد علي. كيف تبعت هذا اليوم بدءا من استقالة سعد الحريري المفاجئة، حتى الرئيس يعني عون تلقى اتصالا من سعد الحريري ومن الخارج بأنه استقال، وقال عون بأنه ينتظر عودته ليعرف ظروف الاستقالة. لنبدأ من الظروف التي ذكرها سعد الحريري بأنه الوضع يذكره بقبل اغتيال رفيق الحريري وهو مهدد، تفضل. لا شك أنه كانت الاستقالة مفاجئة، لم يكن أحد من السياسيين أو المراقبين يتوقع حصول هذه الاستقالة، هذا بداية. الأمر الثاني هو يعكس إلى حد بعيد أن التسوية التي قامت أو ما سميت التسوية الرئاسية، والتي أتت بالرئيس ميشيل عون رئيسا للجمهورية وسعد الحريري رئيسا للحكومة، هذه التسوية انتهت. وأوحى وقال الرئيس الحريري بصريح العبارة في كلمته أنه لم يعد يعني بمعنى قادرا على تحمل عبء هذه التسوية، انطلاقا من أن حزب الله لم يزل مصرا على اعتماد سلوكه في التدخل، سواء في المحيط الإقليمي أو في إصراره على استخدام السلاح كعنصر استقواء في الداخل اللبناني. وبالتالي يعني هذه المعطيات التي هي عناوين لأزمات كثيرة يعيشها لبنان، سواء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي أو على مستوى علاقات لبنان الخارجية، كل هذه التي تثقل على الوضع الداخلي اللبناني سياسيا واقتصاديا وماليا، يبدو أن الرئيس الحريري اعتبر أن ما وصلت إليه الأمور تجعله يعني يذهب لا يجب هذا السكوت الخيار. هذا الخيار إلى ماذا سيقودنا؟ لا يجب سكوت عن هذا الموضوع أكثر، إلى ماذا سيقودنا؟ يعني تحدث عن إيران، طبعا أيدي إيران ستقطع، وتحدث عن حزب الله بأنه بطبيعة الحال يعني مرتبط ببعض موضوع، بأنه الذراع هو الإيراني في البلدان العربية ليس في لبنان وحسب. نعم يعني هذا هو يعكس بطبيعة الحال أن الأوضاع الإقليمية يعني ذهبت باتجاه تصعيدي، وانطلاقا من أن الدور الإيراني في المنطقة العربية بات عنصر غير قابل يعني السكوت عليه، بعدما يعني أوصلت السياسة الإيرانية أو الدور الإيراني ليس وحده لكن كان له دور مفصلي وأساسي في يعني خلق توترات وفي تدمير المنطقة العربية، بشكل أنه أصبح من الواضح أنه إيران لدى الجزء الأكبر في العالم العربي، ولا أتحدث عن الأنظمة إنما الشعوب، ينظرون إلى إيران باعتبارها عدوا يتقدم في عداوته على إسرائيل، وهذا أمر مؤسف بطبيعة الحال، ولكن كان نتاج السياسة الإيرانية. الرئيس الحريري في تعداده لهذه الجوانب من التدخل الإيراني وبالتالي أن هناك ردا سيحصل على إيران، يجعل المراقبين يتوقعون أنه ربما نحن مقبلون على مرحلة جديدة على مستوى الإقليم، وبالتالي هذه المرحلة سوف يكون لبنان أساسي فيها، بعدما فشل التفاهم اللي حصل بأنه بالنأي بلبنان بسبب إصرار حزب الله على توريط لبنان في كل المشاكل الإقليمية وعدم أساسي بالمواجهة بمواجهة الحزب. يعني بالتأكيد أن هذه المواجهة ستكون حزب الله أساسي فيها ولن يكون خارجها، وربما خروج الحريري من الحكومة هو للقول أنني لن أتحمل. صحيح، لا أنا قصدت لبنان، قلت ستكون مشارك، يعني أريد أن أعرف ما المتوقع بالفترة القريبة المقبلة. يعني نتحدث اليوم عن الحديث عن إيران كان واضح، وعن الحزب طهران السلطات الإيرانية لم تتحدث عن الموضوع، اكتفت بالقول بأنه الاستقالة تأتي في سياق قرار سعودي واضح بالمواجهة مع حزب الله، وهذا كان واضح من سعد الحريري بأنه كما قلت حضرتك موضوع الحزب. ما الذي ينتظرنا في الأيام المقبلة؟ أنا رأيي ندخل في أزمة حكم، أنا لا أرى احتمال أو إمكانية لتشكيل حكومة جديدة، لن يجد يعني تقدم أي شخصية إلى تحمل مسؤولية بعد استقالة الرئيس الحريري، أي شخصية غير متوقع أنها
قادرة على أن تتولى رئاسة الحكومة، وإذا وجد شخصية هامشية لكن من الصعب تشكيل حكومة. لذلك نحن باقون على صيغة حكومة تصريف أعمال، هذا برأيي الأرجح، لأنه ربما هذا يعني الخيار المتبقي لحزب الله، أن تبقى الحكومة بالصيغة الحالية اللي هي صيغة تصريف الأعمال، وهذا يعبر بالضرورة عن أزمة حكم وأزمة يعني تشكيل حكومة. وأعتقد أنه هذا بيفترض بالتالي خطوة داخلية على المستوى رئاسة الجمهورية. هل يمكن لرئيس الجمهورية أن يأخذ خطوة ما في اتجاه دعوة إلى طاولة حوار تفرض تسوية جديدة لكن بشروط مختلفة عما كان عليه في السابق؟ الأرجح أن حزب الله ليس مستعدا لهذه التسوية، لأنه عودنا حزب الله بأنه المعيار القوة هو الأساس، وهو الذي يحدد يعني إما يلجمه في خياراته أو يتيح له أن يذهب بعيدا في الخيارات. توازن القوى حتى الآن لا يجعل حزب الله متمسك بموقفه. هل يتغير الميزان القوى نتيجة تطورات إقليمية معينة لا نقدر كيف ستكون؟ هذه صحيح، هذا مرهون بالأيام المقبلة. سنتابع الموضوع عن كثب. أنا أشكرك، كنت معي من بيروت الكاتب والصحفي سيد علي الأمين.